من الأشياء الجميلة في حياته فعلا نحتاج أن نلتفت إليها أنه كان معتني أن يكون عنده نعال جيدة، نعال جميلة. نعاله صلى الله عليه وسلم كانت من الجلد الأصلي الجيد، وكانت مخيطة بقواعد معينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم له اختيار معين في أن تكون نعاله بهذا الشكل. نعاله صلى الله عليه وسلم كانت ملسنة، يعني لها مقدمة حتى لا يصيب الإنسان ضرر في أصابعه. هذا اللسان اللي قدام النعال تحفظ الأصابع أن يصيبها حجر أو شيء. وكانت معقبة، لها عقب يحفظ القدم من الخلف، وهذا كان مفيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وصف أنه كان قليل لحم العقب. كانت لها قبالين، قبال يدخل بين الإبهام والإصبع الذي بجنبها السبابة، وقبال كذلك بين الوسطى والتي تليها. وصفت أنها كانت مخصرة، أي أنها من الوسط، نحيلة من الوسط ثم تتسع من الخلف ومن الأمام. هكذا كانت نعال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وصفناها ووضعناها لأنه من صحابة رسول الله من قال إني أحب أن أجعل نعالي مثل نعال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من أهم ما يعرف الإنسان في النعال أن يشعر أن هذه النعال نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى عليه، لأنها تقيه الأذى، تقيه أي ضرر، تقيه أي مسمار في الأرض، أي مشكلة تصادفه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام يريد يلبس الخف، فلما قرب أراد يلبس الخف جاء طائر فأخذ الخف فسقط من الخف عقرب. من ذاك اليوم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنفض الخف. اليوم الواحد منا لو أراد يلبس الجزمة أو النعال يحتاج يتفقد، لأن سنة مهمة يمكن يكون فيها عقرب، يمكن يكون فيها حشرة، ربما يكون فيها شيء مضر، وهذا فعلا يحصل لكثير من الناس. من آدابه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب أن يلبس النعال باليمين، ثم إذا أراد ينزع ينزع النعال اليسار قبل اليمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الانتعال بنعال واحدة، لأن هذا في خلل في التوازن، وهذا كان من سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان ما يحب شيء يخالف الفطرة. مثلا تشمير يد وترك الثانية، تشمير مثلا في البنطلون رجل وترك الثاني، بعض الثياب لها كم وما لها كم ثاني، كل شيء فيه خلاف للتوازن كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يحبه. الله خلق لنا عينين وخلق لنا أذنين ويدين، خلقنا الله تعالى في أحسن تقويم بهذا التوازن، ليش نحن نخل توازننا الذي أعطانا الله إياه؟ نقل لنا الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حمل النعال كان يحمل نعاله بيده اليسار وبإصبعه الصغيرة هذه يحمل نعاله. وكان بعض الصحابة يحملون نعال النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود كان مشهور بأنه حامل نعال النبي صلى الله عليه وسلم، حاز هذا الشرف. ومن هنا نتعلم سنة أن الواحد منا يحمل نعال والده أو نعال والدته أو نعال معلمه. هذه سنة من السنن اللي تعلمناها من فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم على هذا. يحتاج الإنسان أن يلبس من النعال ما يناسب قدمه حتى لا يتضرر. ممكن بعض اللباس النعال الضيقة أو الكعب العالي أو المعوجة تسبب كثير من الأمراض والمشاكل، لهذا ينبغي للإنسان أن يعرف أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم المحافظة على القدم بلبس النعال الجيد. النبي صلى الله عليه وسلم اختار النعال جيدا لكن بلا مبالغة ولا مغالاة وبدون تبذير. العجيب أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نقلوا لنا في كتب الحديث أخبار نعال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى سأل بعضهم عبد الله بن عمر لماذا تلبس النعال السبتية، يعني اللي ما فيها شعر، قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية. فإذا كانوا
يتابعون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في هذه الأمور التي ربما نظن أنها بسيطة، فهذا يدلنا على أن اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم كله له حكم وكله له سر. فنحن إن شاء الله تعالى نسير بأقدامنا الحسية والمعنوية على نهجه صلى الله عليه وسلم، لنكون سائرين على نهج قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.